علشان لما يتقال ان احنا هننجح يبقى ننجح زي جيل مين؟ ننجح زي جيل 2023 2024، الجيل اللي قدر ان هو يكون في كاس العالم للمره الاولى في تاريخ الاردن، والجيل اللي قدر يكون بطل، لا وصيف بطل اسيا. لانجاح كره القدم الاردنيه في المستقبل، لانه اللاعبين هم الامثله التي ممكن تحفز ناشئين، ممكن تحفز اطفال. اظن هذا الشيء شفته بعد مجيء بعد رجوع المنتخب من كاس اسيا، شغف جمهور، الاقبال الكبير. اظن اللاعبين من قبل ربما ما كان يحضر للتدريبات، ولكن من بعد ربما صار في مشكل. وبالتالي هذه الاشياء اظن الجيل الحالي ممكن يحقق هذا العمل. الاجتماع بكره ان شاء الله مهم جدا، لان اللاعبين لازم يعرفوا ان في المرحله الحاليه لازم يساعد الاستقرار. وبالتالي كما اقول دائما، نجاح اللاعب لا يتوقف على الموهبه. ما هو بيقول لهم الحته اللي بيقول لهم زمان كان في بيقول لهم زمان في التدريبات ما حدش كان بيحضر تدريبات لعيبه منتخب الاردن، دلوقتي بعد كاس اسيا الوضع اتغير والجمهور بقى عنده شغف ان هو يحضر التدريبات. فهو بيتكلم على ان الفريق ده يقدر ان هو يكون مثل اعلى لكل الشباب في الاردن، وهم يقدروا ان هم يعملوا كده فعلا ويستغلوا نجاحهم بعد كاس اسيا ويكملوا في النجاح ده. فهو بيتكلم على ان احنا عندنا موديل وعندنا مثل اللي هو منتخب الاردن الحالي. جوده الاختيار وقت اختيار مهم جدا، وبالتالي هذا عامل مهم في استمراريه تعلق المنتخب ان شاء الله في المرحله المقبله. شكرا كابتن مهند، بشكل سريع بنكسب الوقت مهند جويلس، لانه في اسئله كثيره موجوده تطرح. وكره المنتخب الوطني في الدور الحاسم من تصفيات المونديال، ما بعرف اذا في عندك منتخبات تفضل ملاقاتها، منتخبات تحشى مواجهتها في هذا الدور. هتقول لي يا صاحبي انت سمعت الحوار قبل كده؟ لا يا صاحبي انا سمعت بس مقتطفات كانت على الفيسبوك. انا بقول لك يا صاحبي كابتن جمال السلامه الله اكبر عليه، يعني نقطه تحول عند قدوم المدرب عبد الله بسمع مع الكادر، هل سيكون هناك مدرب محلي اردني معك في الكادر المقبل؟ يعطيك العافيه. بالنسبه للقرعه احنا اول شيء هو منتخبنا، المنتخب شفنا التطور بتاعه، ربما هذا السؤال يطرح على منتخبات اخرى، لان منتخب النشامى اصبح يحسب له حساب كبير. وضعنا في الترتيب الان يقول بان امامنا منتخبين في الترتيب، وبالتالي فرصنا تكون مع هذا المنتخب، يعني منافسنا تكون مع هذا المنتخب اللي امامنا في الترتيب. بس انا بالنسبه لي شخصيا جميع المباريات لازم ناخذها كنهائي، لانه في جميع المباريات تكون 3 نقاط، وبالتالي المباريات الاولى لازم تكون عندنا فيها قدره على اخذ نقاط كامله ان شاء الله. بالنسبه للخصوم ننتظر القرعه حتى نقوم بتحليل الخصوم المباشرين الاوليين، ثم عندنا طريقه عمل، عندنا تصور، عندنا خصوصيات. حد يديله ميه يا اخوانا. صح، نحضر المعطيات بتاع الخصوم ان شاء الله. ولكل حديث حديث. بالنسبه للطاقم التقني عندنا في المشروع عندنا المنتخب الاول والمنتخب الرديف. وبالتالي مشروع المنتخب الرديف يتوقف على